السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اخت عمرو اشرف من قناتكم على اليوتيوب، لفت عمرو اشرف. النهارده يا رجاله احنا جينا في قعده كلها رواح عوام كبار، عايزين نطلع بيها معلومات تفيد رئه الحمام، تعتبر ندوه كده اهو، وده جزء اول منها. ان شاء الله هنتكلم في تفاصيل كثيره تخص الحمام الغزار، ومعانا اقامات كبيره هنقدر نطلع منهم معلومات تفيد اللي عايز يفهم حمام. احنا ماشيين على منهج واحد، ان احنا عايزين نفهم كل واحد حابب يفهم حمام الحمام بدون اي مشاكل، بدون اي كلام خارج. احنا بنتكلم في الحمام، وان شاء الله بامر الله لو هنوصف حاجه هيبقى معانا حاجات نوصفها اللي موجوده تحت ايدينا. طبعا الحمام الغزار انواع كتيره، فاللي بيبقى موجود تحت ايدينا هو اللي بنوصفه. تمام يا شباب، احنا النهارده من منطقه المطريه، موجودين عند مكان الاستاذ حماده نبيل مصلحي، ومعانا ناس كتيره قوي محترمه هنخش نتعرف عليهم دلوقتي. يلا بينا من غير ما نضيع وقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم تاني يا شباب. معانا أستاذ كرم. أهلا بيك يا أستاذ عمرو، مبسوط جدا إن أنا أكون معاك النهاردة في ضيافة الأستاذ حمادة وفي الجامع الجميل ده. حبيبي يا أستاذ كرم. ربنا يخليك. ومعانا أستاذ حمادة. حبيبي يا عمرو، نورته ومكانته يا حبيبي كرم. ربنا يخليك. والأستاذ إسلام وعم سيد حبيبي أمجد شوقي. حبيبي يعني لمة حلوة أنت جمعتنا يا عمرو. حبيبي ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك. أستاذ أمجد. أهلا وسهلا. منور الدنيا كلها. بنورك يا حبيبي. حبيبي أستاذ أمجد. أستاذ الخواجة. حبيبي يا عمرو. حبيبي. إسلام الأبيض. حبيبي يا إسلام. حبيبي. طيب النهارده احنا جايين كده ايه، يعني محضرين كام سؤال كده في القعده الجميله دي، وعايزين نفيد الغواص الصغيره يعني. ماشي. اول سؤال بقى يعني ايه، هنتكلم مع استاذ كرم في البدايه كده، عايزين نعرف معنى كلمه حمام غزار. يعني احنا بنربي الحمام الغزار، تمام، وفي ناس ما تعرفش يعني ايه كلمه حمام غزار، وايه الانواع اللي يتقال عليها حمام غزار. تمام. هو التفسير الكلمة دي يعني الناس فسرتها بأكثر من تفسير، أكثر من تفسير فسرت بيها، لكن إحنا بناخد بتفسير بنعتقد إن هو ده التفسير المظبوط، إن كلمة غزار جاية من كلمة غزيرة. وليه تسمى الحمام ده، مجموعة الأنواع دي من الحمام اتسمت بالاسم ده على أساس إن هي كلها ليها طريق طيران واحدة، هي الاسم اتسمى من طريق طيرانه. مجموعة الحمام دي اللي هي بتندرج تحت اسم الحمام الغزار كلها كانت موجودة هنا في مصر من زمان، وكلها بتتصنع في النشر ان هي بتطير في مجموعات غزيرة اللي هو المجال ده بتاع النشر. تمام. فالاسم جه من هنا، وده التفسير ده هو تفسير الاستاذ مصطفى صابر في كتابه الحمام الغزار او حمام الهواية الشرقية سنة 1941، ونفس التفسير ده اخد فيه الهاوي الكبير راحل الاستاذ الدكتور عاصم احمد عبد العظيم. تمام. كلمة غزار متاخدة من كلمة غزيرة، وغزيرة بمعنى ان الحمام ده بيطير في مجموعات كبيرة وبتتجمع مع بعضها في المجال في النشر. الانواع اللي هي كانت بتتربى عشان تطير مع بعضها دي يعني دي طبعا انواع كثيره من الحمام. نقولها ولا لا؟ ممكن نخلي بردك ايه نسمع راي. تمام. تمام، عشان يبقى الاسئله كلها ايه اتفضل. كل واحد يقول نقطه في الكتاب. استاذ حماده، هو هنا استاذ كرم اتكلم عن معنى كلمه الحمام الغزار. تمام. يعني بوجهه نظرك المتواضعه، الحمام الغزار ده هو ايه انواعه اللي تتصنف تحت الاسم ده؟ الغزار اللي بتخش في الصافي، اللبلق، الحمر الغزار، والاقطاط والعنبره، كل ده حمام غزار. يعني الحلبيات والحمام ده ملوش علاقه. يعني الحمام الغزار هو التلوين والبول يعني. تمام.
استاذ امجد، ايه رايك في الموضوع ده؟ والله الكلام اللي بيقولوه كلام مظبوط طبعا، لا تعقيب عليه. يعني عايزين نسمع برضك رايك في كلمه الحمام والغزال، يعني هي الاراء طبعا الاستاذ كرم وصفها صح، يعني مش هنرد بالكلام. هو ما انت شايف ان الكلام كده تمام؟ ده اللي احنا طلعنا لقيناه كده وورثناه كده تمام. مش عايز هنرد بالكلام. هتتكلم في نقطه برضك، عايزين نتكلم على نقطه الحمام والغزال. هو الحمام والغزال عامة يا عمرو، أي حمام بعظمه قصير فهي تبع الغزال، لأن الشامي معروف الحمام اللي هو بعظمه طويل، لكن الغزال حمام بعظمه قصير. الصافي، اللبلق، المسود، العنبري، يعني كلنا يعني تعتبر كده احنا كلنا متفقين على رأي واحد إن الحمام والغزال هو الحمام التلوين والبن. صح كده؟ تمام كده. تمام. أستاذ كرم هنرجع لك تاني. اتفضل. في نقطة برضك عايزين نتكلم عليها، وهي تعجين الحمام او التعجين اللي حصل ده، كان يعني بداية ظهور التعجين ده، هل كان هو من غواي النش ولا غواي الفرخ؟ طيب احنا عايزين نتفق على حاجة، احنا لغاية الحمام الغزال هي بنعتقد ان هي من ساعة ما نشأت، من كذا مئة سنة، يعني من بضعة مئات من السنين. احنا ما عندناش تاريخ بالظبط زي ما اتكلمنا قبل كده، ما عندناش تاريخ هي ظهرت امتى بالظبط، لكن مثلا كتاب مصطفى صابر بيقول ان الحمام الغزال بدأت هواية تربية الحمام الغزال مع الفتوحات الإسلامية لمصر في القرن السابع الميلادي، يعني من حوالي 1400 سنة. تمام. والكلام ده أخذ برضو بيه الأستاذ الدكتور عاصم في بعض مقالاته، وقال إن هو بيعتقد الاعتقاد ده إن هواية الغزال بدأت تقريبا مع الفتوحات الإسلامية في القرن السابع للميلاد. غاية الغزال لما بدأت، هي بدأت كغية أو هي وصلت لنا كغية نش. حلو كده؟ الحمام الغزال هو ثنائي الغرض. يعني ايه ثنائي الغرض في تربيته؟ يعني بيتربى علشان هو بيحمل مواصفات جماليه، تمام؟ دي حاجه، والحاجه الثانيه ان هو كمان حمام له طريقه طيران معينه اللي هي المدرسه المصريه في النشر. تمام. حلو كده؟ تمام. فكره التهجين نعتقد يعني ان معظم انواع الحمام اللي وصلت لنا ممكن دي تكون زمان حصل فيها تهجين، ولا انت عايز تقول ان التهجين الحديث للحمام؟ لا انا عايز اتكلم يعني التهجين الحديث، مش بتكلم على القديم. انا هقول لك مثلا، يعني في كتاب اسمه تحفه الكرام في ذكر محاسن الحمام، الكتاب ده معمول سنه 1700 وحاجه، يعني من 300 وشويه سنه. الكتاب ده لما بيتكلم في الزمن بتاعه ده مثلا يجي بيتكلم عن الاورنفولي، فبيقول لك ان بعض الغواي في زمنه من 300 سنه كانوا ما عندهمش خبره جامده، فراحوا مدخلين العنبري الاسمر على الاورنفولي، تمام؟ فطلع طبعا الحمام هم مش بيعترفوا بيه. يعني بص التهجين ده حاجه قديمه. نفس كلامه برضه بيتكلم عن المساويد ان هم دخلوا فيهم البول، وقال ان هو بيطلع حمام شكله كذا وكذا، وده بيعتبر حمام معيوب وحريفه الزمن بتاعه ما بيعجبوش الحمام ده. فمعنى كده ان التهجين ده كان في كل عصر بيحصل، بس كان غير مقبول. تمام. 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 نرجع تاني برضه نقول ان الاستاذ مصطفى صابر سنه 1941 بيقول ان حصل تهجين في الحمام، يعني مثلا بيقول ان البول دخلها في صواف، يعني كلام قديم من 81 سنه. طبعا احنا ضد التهجين، او انا شخصيا انا ضد تهجين الحمام، الا لازم اللي يجي التهجين ده لازم يبقى له هدف. انت ايه هدفك من التهجين؟ لازم يبقى عندك هدف عشان نكون واضحين في الحته دي. تمام. انا برفض التهجين المعاصر للحمام. يعني مثلا على سبيل المثال، بعض الغواي بيدخلوا حجري على البول، ده انا برفضه. حلو كده؟ بيدخلوا صوافه على الحمام الغزال، ده انا برفضه. عشان اكون واضح، احنا بنرفض التهجين في الزمن المعاصر بتاعنا للحمام. ليه؟ لان هو بيعمل تهجين من غير هدف، او هو في دماغه ان هو عايز ياثر العظم بس، وده كلام غلط، احنا بنرفضه. وكمان حاجه تانية، هو بيعمله من غير علم.
على سبيل المثال النهارده الغواية اللي هي بتهجم البول بالحجريات، تخيل انت ان انت مثلا في 3 او 4 غواي بيعملوا الكلام ده، حلو كده؟ الثلاث اربع غواي دول لو تبادلوا الحمام ده، لو تبادلوا الحمام ده وخدوه والحمام ده قابل بعض، ايه اللي هيحصل يا عم حمام ده؟ هيبدا يجيب حمام شكله صعب، تمام؟ يعني انا بقول ان احنا ضد التهجير، انا شخصيا ضد حته التهجير. تمام. استاذ حماده هنجي على حضرتك بسؤال مختلف علشان برضك يبقى الاسئله متنوعه، ما نسالش نفس السؤال. تمام. لو هنتكلم عن وجهه نظرك في الشباب اللي بتخش في غيط الحمام، في شباب بتخش وبتكتسب خبرات وبتبدا انها تطلع وتقرا عن الحمام، بس في النهايه بيبقى تفكيرها بيروح يعني ايه، بيبقى طموحهم احنا مش عارفين طموحهم، هل هم داخلين عشان يفيدوا غيط الحمام او هم داخلين غيط الحمام لهدف التجاره والبيع وكده. فاحنا عايزين نعرف لو انت عم حماده هيقول هيفيد الناس او هيخش غيط الحمام عشان يفيد الناس، ايه اللي المفروض يعمله؟ بص عشان انا في اختلاف، هو دلوقتي التهجين زي ما استاذ كرم قال ان هو لازم يبقى له هدف، الهدف اوريدي اتعمل من كذا سنه مش من دلوقتي، الهدف اتعمل ان الوش في كل الحمام، يعني النهارده في حمر وخضار زي الصواف وحمرهم حلو، يعني زي ما انا قصدي اتعمل هدف، عمل هدف. بتكلم انت بتتكلم على التهجين اللي دلوقتي، هو التهجين دلوقتي ده قديم مش من دلوقتي. ايوه انا بتكلم على المعاصر خاصه، المعاصر اللي هم خدوا الدنيا خالص، اللي خدوا الحمام ده، خدوا الحمام ده من ناس عملوه قبل كده. يعني اقول لك لما وصلت انت للشربندق بوش قصير وثيابه من السليم، انا معاك اهو، ده من كام جيل، من كام جيل في الحمام في الشهر عشان يوصل للشربندق من داخل بصفر. ايوه كام جيل؟ لا بياخد كذا فتره، بياخد اكثر، ممكن ياخد 3 4 سنين. ايوه عشان يوصل. فبالتالي وش بيجيك المنتج دوت؟ ايوه المنتج دوت ايه؟ فتح حمام وش قصير، فتح حمام ثيابه ما تعجبكش زي ما انا قلت قبل كده، اسم الشربندق مثلا. ايوه اللي انا مش مطابق. انت بقى النهارده انا اتكلمت على استاذ العلم الوراثه اللي انت بتقوله. تمام. انت ازاي تحسن الحمام دوت وترجعه لثيابه السليم؟ ده احنا نفيد بيه الناس، لو قلنا عشان نفيد الناس. تمام. النهارده انت معاك الشربندق كل حاجه فيه كويسه، ثيابه مش سليم. اظبط ثيابه ازاي؟ مفيش حاجه مش سهله، بعد طبعا كل ده بتشتغل بعد ربنا طبعا طبعا الاساس طبعا. انا بشتغل بقى بعمل ايه؟ علشان افيد الناس دول يظبطوا الالوان دي. في نقطه انا مش عارف انت مختلف معايا فيها ولا مش فاضي يا استاذ. الجينات في الذكر اكتر ولا في النتاج؟ 50% 50% ده العلم بيقول كده. وفي بس حاجه اسمها الجينات المرتبطه بالجنس، دي مجموعه جينات قليله دي هي اللي بيأثر فيها حته الذكر ولا النتاج، لكن الجينات بوجه عام 50% في صوره اسم الذكر و50% من النتاج. معلومه بقى للدكتور عاصم، اساس الفرق الجاي مش معقول، عشان في ناس بيقول لك لا انا برفض معقول دي طبعا. طبعا مش عارف السبب تأثير، سبب اساسي ان هم مش عارفين يظبطوا اللون ايه يا استاذ عطار. طب ان هم بيقووا يقول لك يجيب ذكر. ايوه لا انت الذكر الغريب ده اظبطه على انتهى تبقى سليم، وخد منهم حطه على انتهى غريبه ثانيه تبقى سليم. ايوه عشان تبدا تحسن في هو عارف حضرتك فكره ان انت بتصرف ذكر على انتهى واثنين وثلاثه. ايوه وممكن يلقط على انتهى وما يلقطش على انتهى. لا انا ما بقولش على التقليد، لا انا ما بتكلمش على التقليد، انا بتكلم على اللون. انت بتغير كده في الذكر ولا بتغير في النتاية؟ بتغير في النتاية. يبقى النتاية مش معقول ان النتاية عامل اساسي. طبعا عامل اساسي عشان كده بيقول العلم 50 و50. سبب بقى اساسي اللي انا شايفه، يعني انا قلت في فيديو قبل كده انت ظبطت وشه بقى شكله احلى من الاول، يعني هنقول يعني لا بقى وشه احلى من الاول بس احلى من الجلد القديم. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هو ما ممكن يفهموا ان حمام وشه قصير وبس ودماغه مدوره. لا 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 بص يا كرم، انا ثواني لازم حمام انا قلت وشه قصير اهم حاجه توب عنده اهم حاجه توب يكون فرد الحمام في وشه قصير لون 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 هم دول. ايوه ظبطوا العضل، ظبطوا اللون ده. تمام اللون احنا هنقول لهم اظبطوه ازاي، لان في ناس
الغواي جداد ما يعرفوش يعني ايه ضبط لون. ما في حاجه برضه حماده ضبط لون يا جماعه نتايه مش ضبط. في حاجه حماده انت جاتك بتتكلم في النقطه ان اظبطوا اللون انا اثروا على ما هو اثروا العظم بالصف ما هو هتدور يا حماده. لا يا حبيبي اللي بقى لسه زيت الاخر. النهارده انا بقول لك على المنتج اللي دلوقتي اللي اتطور بقاله كام سنه. ايوه واللي جاب هيد جاب هيد قبل. أيوة. وجاب انا مش بقول في اول جيل يا جماعه. تمام. انا بقول بعد 3 4 5 سنين بعد ما قررت فخرجت الصوت. يعني عايز اقول لك على حاجه النهارده انا هقولها ورجعني فيها. لا انت قد الدنيا كلها. لا يا حبيبي رجعني فيها اي مشكله. انا جبت صافي اديت الشغل ده. الابن اللي طالع وارث 50-50 خرجت ابن الصف خدت ابن الصف ودخلته في الشغندقة تاني بقى العين اللي طالع 75-25 نسبة للشغندقات بتبقى لغاية ما انت تخرج لغاية ما تخرج من الصف خالص يبقى خلاص بقى الشغندقة في الدخلة دي انت بوظت الشغل بالظبط الكوبا صوته تاني لازم ارجع له تاني ارجع له بنتش انتخاب حمام كويس وشبه سليمه ادخله بنتش اخرجه ما ادخله بنتش تاني ابعد عن الشغل التاني واحنا ليه نعمل كل ده؟ لا ما احنا بنقول ان اتعمل لا انت جالك المنتج النهائي ده غلط على فكره انا مش ضد يا استاذ بس انا يا عم واسالكم السؤال انتوا اتفضل هو النهارده الشغل القديم سيبك احنا اركن احنا اركن احنا خالص الشغندق القديم يعجب في وقت بس انا شايف برضه في صحوه انا قلت كلام محدد في صحوه كويس دلوقتي في صحوه بعض الشباب صغيرين بيحبوا الحمام اللي هو شكله اقرب للقديم هم قليلين عددهم قليل هيتباع بالرقم ده لا بيتباع رخيص بس هو اساس الحمام للاسف هو اللي هيعمل الحمام صفقه كويسه صح لان الناس اللي دخلت في ناس دخلت علشان تبقى الضرر وده حقهم وتاني حاجه انا مش هحجر على رايهم ايوه هم حقهم يعملوا اللي هم عايزينه ايوه تمام بس انا هقول ايه انت عايز توصف بقى ايه تعمل الشغندق نموذجي نموذجي بقى بس هتزود عليه انه بقى وش قصير ايوه عشان يعجب الناس تمام فانت بتظبط الطوب بياخد معاك وقت لان ظبط الطوب صعب لما بتظبط ومش اي حد يرد لما بتظبط يعني في واحد ممكن يرد يخرب لك الدنيا ايوه في واحد عارف يرد طبعا انت رديت الحمام ده شفت اللون ده في حاجه هقول لك عليها برضه ما تعرفش انت لما تيجي ترد الشربانات جبهه سليمه تلاقي على المطعم هترجع تاني للشغل ايوه اما حماده هل الناس هتعجبها الحمام ده؟ هو المفروض يعجبها هو الصح يعجبها انا مش هحجر على حد مش هنحجر لا طب انت لما هتعمل حمام سليمه هترجع ليه؟ هترجع للحمام اللي فيه الاساسيات اللي هو مش هيعجب الحمام مين اللي هيعمله؟ مين اللي هيعمله؟ ليه انا عشان اتصل بيه؟ بس ده ممكن ما يصلحش ما يصلحش في الاول رجعت ايه؟ الناس تفهم بعض الاساسيات اللي كانوا اللي بيشوفونا ان احنا مش ضد العظم القصير احنا مش ضد العظم القصير بس احنا بنقول بص بنفسك بتخانه بتركيبه مظبوطه في النقيله استاذ حماده ما تلعب في البيت بالبيت يا ايوه صح منه فيه العب في البيت بالبيت هو انت لو رديت هو انت لو رديت مش هتاثر عليه ايوه انتخب منه فيه طب طلع عشان اربي عظم قصير يوصل لنسبه الصافي طب لا الصافي خلاص طب انا اسف هقول لك يا استاذ على حاجه معلش انا اسف تمام انا معاك بس انا هقول لك على حاجه انا طلعت عن سبحان الله ربنا خالق كل نوع بشكله اي الاسلوبوندو اللبله اي قبلة عامه اي مسوي ليه شكله هو شكله كده انا عايزه كله بعظمه قصير خلاص طب ما ربيه صافي وخلاص حتى مفيش تنوع عاديه جمالها في التنوع اتفضل هو اللبله دلوقتي هو اللبله يتميز عن اي فرد حمام تاني هو لفوكو مكرمه ما انت تطلع النهارده يا سيد اي فرد حمام بيتميز عن اي فرد حمام تاني بلونه وتركيبته وشكله الصافي مميز بدماغه انت فاهمني العنبري مميز بخشنته الاحمر مميز المسود مميز بلافوكو طويل ما احنا قلنا قبل فرد حمام بطلعته الطلعه دي النهارده ما بقتش موجوده النهارده الناس عندهم اللبلق دماغه دايره صافي الله ينور عليك هو ده اللي يعجب النهارده ما يعجبش اللبلق ضد دخول الحمام بس في اساسيات طب واحده بس
نلعب في الحمام بأسس علمية. يعني أنا من مدرسة إن أي فرد حمام هيدخل على فرد حمام دخيل أو بيقولوا عليه دخيل لازم هيسيب فيه بصمته. بعد جيل بعد اتنين هيسيب فيه بصمته. أنت عايز تلعب وتأثر في عظم. قصر العظم القاطع قوي ده ده في الصافي بس. إنما عايز تأثر عظم لبلك شوية. ما عنديش مشكلة والله. رد. وهيقصر. ايوه من الحمام نفسه. من الحمام من البيت هتلعب في البيت في البيت. لا ما تلعب في البيت ده مش هيوصل للعظم. ايوه ما احنا اتفقنا خلاص هو من زمان ده كان في وعره. خلاص انا بكلمك عظمه عظمه دلوقتي انت بتشوف الكلام ده دماغه غيره. لا في حمام بقى له فرق بس مساحه الكمال مش طويله زي اللي احنا عايزينها. ايوه تمام. انا بقول لك على حاجه احنا دلوقتي داخلها استاذ حمام. طب انا بس عايز اقطعك انا يعني ايه سايبكم تسخنوا كده على الله. بص انا 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 عايز اقول لكم على حاجه. ما انا عارف بس احنا عايزين برضك ايه يعني انا في سؤال قلته لك انت ما جاوبتش عليه خدتنا كده ايه في سؤال تاني. انا عايز افهم ليه كل الشباب اللي بتكتسب خبرات وبتخش في الحمام بيبقى دماغها مستقبليا في انها تفرخ عشان تبيع مش دماغها انها تفيد الغيه او تحافظ على لون. مش هقول لك تفيد الغيه ما حبيتش. انا عايزك تجاوبني على السؤال ده. حب الحمام ما حبيتهوش. بص في واحد فرق بين واحد بيحب الحمام وواحد بيعشق الحمام. في حب وعشق. اللي بيعشق الحمام ده بيعشق الحمام اللي هو بيحبه بيعشقه. اقول لك على حاجه ومهما يجي فيه رقم ما يبيعوش. طبعا لو حد حمام حبيته لو جالي فيه كنوز الارض مش هبيعه لان انا بحبه. وده بس ده نادرا دلوقتي. طب انا اقول لك بقى ما فرقش من واحد واحد. انت النهارده الناس النهارده معلش الظروف الاقتصاديه في البلد الظروف حلوه. النهارده لما جيت فرد الحمام بقى ب 10 ب 15 وادخلهم على بعض وابيعهم ابيع عيالهم ب 10 وبتاع. ما بقتش هوايه حمام بقى. لا 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 تتكلم. لا طب ما بقتش هوايه. ما هي طول عمرها. بص عايز اسالك سؤال من العمر للعمر من عمر للعمر في غاوي وفي واحد بيع. ده حقيقي ده بجد. ده كان في كلام كده كل زمن كل زمن بس كده. احنا زمان معظم الناس كانت بتعيش زي النهارده. النهارده ازاي الحمام ده حافظ علينا الموضوع. ما كانش فرق هو كان بيفرخ عشان يطلع فرد حي. الناس في مصر في القاهره عندنا ما كانش عبد الحافظ انت يعني انا مثلا لغايه حاجه و90 متهيألي كان لسه الدنيا كويسه. يعني انا حضرت اواخر. لا بعد كده اواخر يعني مش بقى له 20 سنه او كده. 20 سنه اختفى خلاص. ليه بقى؟ يعني ما بقاش في اصول ولا بقى في كلام. دلوقتي كله ركز على الفرق. في بقى واحد دخل شاب كبير دخل عجبه الحمام بقى يقعد مع الهوايه حبيبته مثلا يشوفه حد ورجل الهوايه جداد دول اللي انت بتقول عليهم مش هتلاقيهم زينا رب الحمد. هيربوا الفرد الحمام البياع. مش هيربوا الفرد الحمام. في ناس اتغرب اول ما دخلت في الهوايه دخلت بعد الشغل بقى عشان ليه كل جواه مصر بيتكلموا في الاسر بندق بس؟ عشان معلش بقى عشان بيجيب جنيه. لا انا ماليش دعوه بالجنيه. انا بقول لك لو انت ما انتش غلط انا رديت عليك. انا بقول لك ليه بقى؟ وطول عمرك بتاع جنيه. هو طول عمره بياع ماشي بياع بس ليه كل ملك الغيه الصافي بياع الغيه طول عمره بياع الغيه. انا اقول لك ايه الزمن الزمن مش من دلوقتي يعني سلاح زمان قوي قديم قوي شجعيه الصافي دي هوايه معينه. يعني انا اقول لك على حاجه انا اروح من البيت انا كتير قوي. عمري ما ربيت في مره ما كانش عندي صافي حتى لو ذكر واحد. لازم اشوف صافي. هو الصافي ملك الحمام. ممكن ما احنا بنشوف السنه كلها. بس يبقى موجود. بس اشوف. ايوه الصافي انا بحب الصافي. البن بقى طب ما تقلب لنا الصافي كده بقى طالما بتتكلم على الصافي طلع لنا. انا شايفك جايب لنا اتنين صوافة وهم جايب لنا مسود. لان انا الصوافة حمام انا ممكن الاستاذ كرم اهو. الله ينور يا استاذ. انت طول عمرك ذوقك عالي في الحمام. انت طول عمرك حامل الذوق كله في الحمام. بسم الله ما شاء الله. يعني كلمنا كلمة استاذ كرم كده عن الصوفي برضك واحنا قاعدين في القعدة الحلوة دي. يا
يعني كلمنا في اساسيات، انا عايز اختار الصوفه في روحه. ايوه احنا دايما في الصوفي بالذات بنقول ان هو من اساسياته قرص دماغه. تمام تمام، ان قرص دماغه يبقى فيه استدارة كامله. تمام، استدارة كامله يعني ما فيهوش اي استطاره من قدام. تمام، استدارة كامله يبقى عامل كده اهو. تمام، دي من اساسيات الصافي. الجزء ده يبقى مليان ريش. تمام تمام، ما يبقاش عنده خناقات من ولا من فوق هنا ولا من الجنب. تمام تمام، وبيبقى عظمته كل ما عظمته بتبقى من داخل استدارة الدماغ. وعشان كده هو زي ما احنا قلنا قبل كده ان كلمه عظم مكلتم مش معناها اسرع عظم بس، معناها ان العظم قصير ومن داخل استدارة الدماغ. تمام كده تمام، والعظم بيبقى عالي ما يبقاش عظمه ساقط. تمام وعظمه عريض، كل ما يبقى عظمه بعرض الجبهه يبقى افضل. يجي ان عينيه تبقى واسعه. طبعا لو عينه توسعت يبقى اجمل. طبعا اكيد جفونه غايه جدا وبتوسع من فوق شويه بيبقى طبعا احسن. وقفته شكل ستايل وهو واقف، هو وقفته بيبقى رجليه قصيره. تمام، وجسمه افقي على الارض ما يبقاش واقف بزاويه، ما يبقاش في زاويه جامده. تمام تمام، وفرد الحمام بيبقى صندوقه اللي هو التكوين الجثماني يعني من قدام بيبقى رقيق بيميل للرئه. تمام وطبعا حته بقى ان هو لازم بيبقى طويل. احنا قلنا مثلا او اغلبيه الغوايه بيقول لك لو طوله ما يقلش عن 30 سم. طب معلش انا هقطعك، طبعا ما بنتكلمش في مواصفات الصافي. انا عارف، بس دلوقتي انا لو لقيت صافي تكوينه كويس قوي بس لقيته قصير، قصير يعني عن المعتاد. تمام، هقول لك بقى دي فيها حته كده قصير لازم يبقى صندوق وهو اللي قصير وبقيت جسمه اطول من صندوقه. يعني ما جبتش صافي، خلي بالك من الحته دي، يبقى صندوقه اطول من الحته بتاعت العقصه والديل. طب ما انت في ناس بتتفرج عليها مبتدئين مش عارفين يعني ايه صندوق، ممكن نكون اتكلمنا عليها قبل كده. أيوه، بس نوصفها في الصفر. بص يا استاذ، صندوق الجسم اللي هو الجزء ده، الجزء ده ماشي تمام، الجزء ده صندوق الجسم. تمام، ودي العظمه بتاعت الصدر دي كان بيقولوا ان هي بتبقى حوالي 7 سم عظمه الصدر دي. تمام، في الغزار يعني في معظم انواع الغزار. تمام، العقصه اللي هي المنطقه دي. تمام، دي ريش كلها. تمام، ما فيهاش لحم على فكره، ما فيهاش لحم ولا عظم. تمام، بيبقى كلها ريش. تمام، وده الديل. حلو كده. تمام، كل مكان الصندوق بيساوي حوالي ثلث الجسم كله والثلثين يجي في العقصه والديل يكون افضل. تمام، دي مقاييس الجسم اللي هي المفروض تكون في اغلبيه انواع الغصون. تمام طبعا حته يعني بنشوف ان في من اساسيات الحمام برضه جفونه. الصافي لازم يبقى جفنه رقيق قوي، ودي للاسف بقت تقل شويه دلوقتي. ايه سببها بقى؟ الحمام انتخاب الناس، ان الناس برضه ركزت على حاجات وسابت حاجات. يعني الناس مثلا بتركز على العين وتسيب الجفن. العين مهمه في الصافي بس سهل تظبطها، لكن الجفن بيعتبر من الاساسيات المهمه قوي اللي بناشد الناس ان هي تركز عليها، تنتخب حمام جفونه رقيقه. تمام، دي حته مهمه جدا. الله يفتح عليك. طبعا زي ما قلنا قرص الدماغ، والدماغ ما بقاش فيها من ورا لا حتت ولا سنن ولا نقر ولا كلام. احنا ممكن نروح في الفنيات مع استاذ حماده نتكلم برضك عن الفنيات معاه. الله ينور، بسم الله ما شاء الله. عم حماده هنتكلم فنيات شويه، يعني كلام ممكن يبقى صعب شويه على المبتدئ. ازاي اعرف الصافي السليم من الصافي الصح؟ يعني بمعنى صح الصافي الملعوب فيه. قصدك ملعوب في عظمه يعني. يعني في ناس في ناس يعني في ناس دلوقتي بتقرص ويمسكوا بقى قصافات وحاجات زي كده بقى ويبردوا. حاجه بالنسبه للارض، بالنسبه للجهه في الحمام. تمام، هقول كلمتين. لا تح... لا لا تح... لا تح... كما معنى يعني مش لازم لا لا لا. اولا عندنا الحديث يقول من غشنا فليس منا. اولا بلش. تمام، مفهوم. ولا تعديل في خلق الله ونعم بالله. وانت بتعمل الكلمتين دول خلاص، يعني انت بتعدل في خلق ربنا، وتاني حاجه بتغش واحد ما يعرفش اللي عمله في عمله. فلما غشنا فليس منا ولا تعديل في خلق الله. اذا كده بتقول لك ايه؟
بتقول لك ان انا لما اديله السنه دي انا بزيده جمال. كان يمكن ربنا اديها لك. هو في على طبيعته نازل، هو نازل كده. كان ربنا لو عايز يشيله السنه دي كان اديها لك. هو انا بقول لك هو في على طبيعته نازل كده. بس انا بقول لك طبعا عم حماده، انت لما بتيجي تغوى صوفي وتختاره، انت مثلا دلوقتي طالع في اي مكان وهتختار صوفي عشان تفرقه، بتختاروا شكله عامل ازاي؟ اولا صوفي زي ما الكرم كلامه برضه سليم.